والمشاهد فضيلة الدكتور أنه عندما تقدم أو يقدم عيد الأضحى يتسارع الناس إلى الأضحية ويقولون نحن نريد أن نضحي، فهل الأضحية عن الأحياء أم عن الأموات؟ وأما الأضحية عن الحي هذا لا إشكال فيه، محل وفاق بين أهل العلم. وكذلك الأضحية عن الميت، الأضحية عن الميت أيضا لا إشكال فيها إن شاء الله، وأنها مشروعة لأنها قربة من القربات، لكن الأصل فيها وفيها أجر عظيم، والأموات تلحق هم أجور الصدقات وأجور الدعوات وأجور الطاعات التي يفعلها الأحياء من بعدهم، ومن ذلك الأضحية. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات. وكذلك ورد أن علي رضي الله عنه ضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فالمسألة ولله الحمد واضحة، وإنما شكك فيها في هذا الزمان بعض طلبة العلم هداهم الله، وإلا كان الأمر واضحا لا إشكال فيه عند علمائنا والمفتى به في بلادنا، وكانت الوصايا للأموات بالأضاحي معلومة ولم يعترض عليها أي عالم من علماء هذه البلاد، والحمد لله.